مشاكل، يعني اللي بيقول له الشيء المنطقي، يعني ما فيش داعي مشاكل، تعال ندفن، يعني اكرام الميت دفن. فعصام بيصمم انه يتشرح. انا وقتها حصل حاجه في دماغي، اتلخبطت وحسيت ان انا المشهد ده انا شفته قبل كده. وبعدين الاحداث توالت لان الموضوع بقى كبر، والحاجات الملهمه انه ناس عظيمه الحقيقه كانت واقفه جامده جدا قويه جدا. واحب اقول اسماء: عايده سيف الدوله كانت ماسكه راس ام عصام وبتبوسها وتقول لها هنجيب حقه، واهداف سويف قاعده على رجلين اخت عصام عطا اللي كانت بتندب، وانا عمري ما سمعت ندب قبل كده، بتندب ندب يعني. ونوره نجم اللي صممت انها تروح مع العيله تجيب تصريح التشريح من النيابه، وجميله اسماعيل اللي مشيت في الجنازه بعد كده في اخر اليوم من زينهم لميدان التحرير، وطفنا بالجثه بالجثمان وصلينا عليه في الميدان وصلينا عليه في عمر مكر. وناديه كامل صديقتي وهاله جلال اللي خدوني معاهم واللي وقفوا الوقفه دي القويه دي كلها. الناس دي هي انا طبعا عمري ما هنسالهم شجاعتهم وكرمهم، او يعني مش كرمهم، مش هقول كرمهم، بس موقفهم الاخلاقي مع العيله المكلومه دي هي. يومها انا طلعت مع جميله اسماعيل في التلفزيون نتكلم عن الواقع دي هي ودلالتها واهميتها. ما رجعت في اخر اليوم فجاه كده افتكرت المشهد اللي انا شفته الاول ده، مشهد اخو عصام محمد اللي متمسك بالتشريع. فجاه قلت لا، انا المشهد ده مش ان انا شفته قبل كده، انا قريته قبل كده، وان هو دي الوثائق اللي انا بقراها بقالي سنين. وفجاه الكتاب اتبلور في ذهني، ابتدى ياخد شكل انه ده اللي انا بكتب عنه، ده الموقف اللي انا شفته مع سلطان العبد والعبيد وغيرهم، انه في ناس في سعيها للعدل مستعده ان هي تروح الى ابعد مدى، والموضوع مش مساله تحدي السلطات، هو تحدي الفطره البشريه، انه انا مش هدفن. هو مش عايز يمثل بجثه اخوه، هو عايز يثبت ان اخوه مات مقتول، وانه لازم يجيب حقه، وانه ده شيء اخوه مش هيرضى باقل من ده. ده اللي حركني لكتابه الكتاب، يعني مش لكتابه الكتاب بس لتربيط الافكار المختلفه اللي في الكتاب. بس طيب، هو طبعا الكتاب مدهش، وتصنيفك كمان للفصول المختلفه اللي له ماشي كرونولوجي وله ماشي موضوعي، لكن انت بتتتبع الحواس، وفي كل حاسه من الحواس بتاخدنا في منحى مختلف، يعني مع حاسه البصر بتاخدنا ناحيه الطب والقانون، مع حاسه السمع بتاخدنا مع السياسه، مع الشم بنحكي قصه تطور البناء العمراني في القاهره، مع الذوق بنتكلم عن الحسبة والسوق، وأخيرا مع اللانس بنتكلم عن العدالة والألم والتعذيب. وكل يعني ده كل يعني ده كله ممكن ياخدنا بقى منحة تاني وبرنامج تاني، انا طبعا مش هقدر اثقل عليك اكتر من كده،
لكن هيبقى بيننا ان شاء الله. مش عايز احرجك دلوقتي انك توافق ان احنا نعمل مع بعض حوار تاني، بس هنبقى نتكلم فيها لان عارف ان عندك ارتباطاتك ومشغولياتك. سؤال اخير وهو بس نبهني لي طارق تاني ناشر يعني تعليق هطوره بس شويه. يعني هو انت في واقعتين بيحكموا الكتاب ده، واقعة سلطان العبد وواقعة عصام عطا، والسؤال عن ما فعلته البيروقراطية زمان وهذا المأمور الذي أرسل الرسالة للوالي علشان يقول له في حاجة اسمها هيبة الحكومة، أو مش فاكر التعبير اللي هو استخدمه، بس يعني هو كان حريصا على وبيحاول ينبهه لأنه في حاجة أكبر من إشكالية العبد وأكبر من إشكالية علاقتك بصاحب المكان وهي الدولة. لم يحدث هذا مع عصام. البيروقراطية المصرية لم يظهر فيها من يقوم بالدور الذي قام به. أنا ما أعرفش الحكمباشي هنا عمل إيه، الطبيب الشرعي عمل إيه في القضية بتاعت عصام، لكن في النهاية لم تنتصر لا الدولة ولا البيروقراطية المصرية لعصام كما انتصرت له الدولة الناشئة أو البازغة من قرن ونص تقريبا في حالة سلطان العبد. سؤال كويس. بص أنا يعني كتابي الأولاني كل رجال الباشا كان بيركز على المقاومة والفلاحين اللي هربوا. لو في بطل، ما فيش، القصه دي ملهاش ابطال، بس لو في نماذج ملهمه يعني في الكتاب ده، هو فمن ناحيه هي موقف العبيد دول، بس زي ما حضرتك بتقول موقف الحكمباشي ومأمور الضبطي. وانا الكتاب ده موجه لينا، مش بس لعيلة عصام اللي نفسي طبعا يسمعوا الكلام ده ويعرفوا ان الكتاب ده ابنهم كان له دور كبير في بلورته، ومحمد طبعا ابنين مظبوط. يعني محمد شخص يعني الواحد ينحني قدامه احتراما وتبجيلا للمواقف اللي هو واخدها لياخد حق اخوه. بس كمان يعني انا مش بس بكتب للناس دي هي، بس انا معول على الدوله برضو. يعني انا الدوله الحديثه بتاعتنا ده انجاز مهم جدا احنا كمصريين عملناه، مش محمد علي، احنا اللي عملنا ده. المأمور الضبطية والحكمباشي وبخيت السايس، احنا اللي عملنا المنجز ده هو. وانا ما عنديش اي ادنى شك ان في ناس في المؤسسات اللي بتحكمنا شرفاء ومهنيين ومعتزين بحرفيتهم وبشغلهم. ما نتكلمش على سياسة بس ولا مقام ولا حاجة، بس بيروقراطيين. طبعا في ما بنتكلم على بيروقراطيين بنفتكر مدام عفاف ونوع النمط ده هو، بس في دولاب العمل بتاع الدولة المصرية ده دولة يعني قوية، مش صحيح انها شبه دولة، احنا دولتنا دولة قوية، هي حصل لها عطب انها ما بقتش بتخدمنا، بقت بتخدم نفسها. لما هي دولة موجودة وقوية وعتيدة وراسخة ومش هتزول هي. وانا شايف ان اصلاح مسارها مش هيجي ابدا بتقويدها. انا عشان كده بقول ان انا مش فوضوي، انا مش اناركست، مش قصدي ان انا بقلل من قيمة الفكر الاناركي، بس انا مش اناركست. انا عايز دولة، وعايز دولة قوية، وعايز دولة قوية، بس دولة قوية مش مفروض تحيد عن هدفها اللي هو حماية رعاياها، حماية، خلينا بقى نستخدم مصطلح محترم، حماية مواطنيها. احنا مش رعايا، احنا مواطنين لنا حقوق.
وانا ما عنديش ادنى شك ان في جهاز الشرطه وفي جهاز الجيش وفي دولاب العمل المصري بكل مؤسسات البيروقراطيه المصريه ناس شرفاء امناء غيورين على مهنتهم وغيورين على هذه الدوله وعايزين يخدموا. وما عنديش شك ان في منهم متضايق من الانحراف اللي حاصل في اهداف الدوله من 50-60 سنة، شايفين لان هم في النهايه مواطنين زينا زيهم برضه. فانا اما بتكلم حتى على الجيش في 67، انا قدامي نماذج من القتال الفردي من طيارين على قادة دبابات أطقم دبابات على جنود، حاجات مشرفة جدا جدا جدا. ودول الناس اللي حاسين ان هم اتظلموا في الحرب دي، وعشان كده بيقولوا احنا ضحية، الجيش ضحية. ده صحيح، الجيش بمعنى ما ضحية، الضباط الأمناء دول ضحية، الموظفين دول ضحية. فأنا معول على الناس دي، هي معول على الـ 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 مش بس إن إحنا نعمل صورة، لا، إحنا عملنا وفشلنا. لازم ننتبه لوجود أعداد هائلة من المواطنين الشرفاء اللي جوه دولاب العمل المصري بتاع الدولة المصرية في البيروقراطية المصرية في الجيش وفي الشرطة وفي وزارة التموين وفي المحليات وفي المحافظات. في منهم أيوة ناس فاسدة زي أي نظام سياسي، بس في ناس عايزة تخدم، ودول اللي من حين لآخر بنسمع صوتهم لما بيقفوا وقفة قوية، ودول اللي أنا معول عليهم زي الحكم باشي ده وزي المأمور الضبطية ده. فأنا كتابي موجه للناس دي هي، وشايف إن الموضوع ما انتهاش، إحنا التاريخ مستمر وفي لحظات ملهمة زي لحظة سلطان العبد وفي لحظات حالكة زي لحظة عصام عطا، بس الموضوع ما انتهاش. طيب سؤال بعد الأخير، هل سقطت قصة عصام عطا سهوا من المقدمة العربية؟ لا، هو في أمور كتيرة بتحكم الترجمة. الكتاب مهدى إلى عصام. عصام، في كذا عصام في بالي. في الكتاب مهدى لي، وأنا ما بخبيش أبداً إنه قصة عصام عطا قصة كانت محورية ومهمة، وأنا نفسي إن أنا يعني وأنا بتواصل مع محمد من حين لآخر، محمد أخو عصام، وأهديت له نسخة من الطبعة الإنجليزية، ويعني أنا بس لسه ما وصلتنيش نسخ كافية من الطبعة العربية، إنما في أول فرصة هعمل له إهداء شخصي بإمضائي، وهتأكد إنها توصل له وتوصل لوالدته ووالده. يعني أنا زي ما بيقولوا في الإنجليزي يعني I cannot thank you enough، يعني أنت أمتعتني وأمتعت كل الأصدقاء اللي متابعينا، الأصدقاء على كلاب هاوس، يعني برجوهم أنه في فعلا حاجات بصرية أحب أنكم تشوفوها في الحلقة اللي موجودة على يوتيوب، وخاصة أن بعضكم زي ما أنا شايف كان بيقول أنه الصوت على كلاب هاوس في الأواخر ما كانش واضح قوي، ده كله هيبقى موجود أعتقد بشكل أوضح على يوتيوب. دكتور خالد، شاكر ليك جدا جدا جدا، وسعيد بهذا اللقاء سعادة بالغة، وحقيقي بتفتح في ذهني أسئلة أكتر، ولازم هيكون في عودة تاني للسعي للعدالة كتابا ومفهوما والميثودولوجي البحثية بتاعتك وكل ما يتعلق به وصياغته وتقسيمه وتبويبه، كل دي حاجات يعني محتاجة الواحد يقف معاها أكتر كتير. ألف ألف شكر يا أستاذ حسام، دي فرصة فعلا عظيمة جدا، وطبعا أرحب جدا بأي فرصة تانية إن احنا نكمل حديثنا مع بعض إن شاء الله. شكرا ليك وتصبح أنت والأصدقاء على خير. أنت من أهل.